يا مساء الفل عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم من انا. النهارده هنعمل مع بعض ابتايزر كده لذيذ قوي بالطماطم، هي سلطه كابريز بس بتويست كده مختلف، وبعد كده هنعمل مشروب الكيوي بالبرتقال. طيب ايه المكونات اللي عندي؟ عندي هنا شويه من الطماطم وزي ما انتم شايفين متفرغه كده، اديناها بالسكينه من فوق، معلقه صغيره اتفرغت وعندي الحشو بتاعها هنا متصفي من الميه. عندي شويه من الريحان، شويه من الموتزاريلا صحيحه كده هنقطعها مع بعض مكعبات صغيره، وده بلسمك جليز. يعني ايه؟ يعني جبت خل البلسمك وحطيته على النار حوالي نص ساعه لحد ما تقل قوي كده. عايز اوريكم، بصوا ده اللي نعرف بيه خلاص هو وصل انه يبقى جليز ولا لا. انت في العادي البلسمك لو حطيت فيه المعلقه هينزل يجري كله لما بيبقى خلاص الجليز. بص تلاقي الظهر بتاع المعلقه كله اهو لازق عليه، ده كده خلاص وصل للايه؟ للقوام اللي احنا بنبقى عايزينه. طيب اول حاجه نقطع الجبنه. بص انا واخد شرايح من القالب بالسمك ده كده اللي انتوا شايفينه، عشان ايه؟ هناخدها بعد كده بالطول اهو، وده عشان في الاخر احنا عايزين مكعبات صغيره لانها هتتحشي او هتخش جوه الطماطم. ف بصوا نحافظ ان هي تبقى كده ايه، هناخدها ستريبس الاول اكبر بشويه من الفرايز، اكبر شويه من التقطيعه بتاعت البطاطس لما بنقطعها فرايز. خلاص بعد كده بالعرض وناخدها بقى مكعبات صغيرة. بفرطها على طول في بولة كده على جنب. شايف كده حلو قوي. هاخد الحشو بتاع الطماطم ننزله اهو عليها. هناخد بعد كده الريحان، نقطعه كده ايه حتت صغيره قوي، هو مره واحده بس كده بالسكينه نعدي عليها. هاخد واحدتين كمان، حلو قوي. هاخد شويه من الجليز ده، وادي الكلام ده تقريبا كده. هجيب الطماطم بتاعتي اهو، طبق التقديم، وعلى طول بقى معلقة اصغر تبقى اسهل الموضوع اهو. زي ما بقول لكم بقى ابتايزر لذيذ قوي لو مزنوقين كده عندنا عزومه او حاجه، وما بياخدش وقت وما بياخدش مجهود خالص، ما فيهوش اي نوع من انواع الطبخ، احنا مجرد بنقطع وبنأسامبل او بنجمع الحاجه مع بعض.
اخر واحده معانا. حلوه اهو، ورقه كده من الريحان كل واحده. اخر واحده اهو، دي كبيره قوي. اخر حاجه خالص الجليز بقى اهو. ونبقى عملنا مع بعض ابيتايزر الكابريز. خلوني اطلع اخطف فاصل كده في السريع ونرجع نعمل مع بعض المشروب. ما تروحوش في حته. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الفاصل. عملنا مع بعض ابيتايزر الكابريز او اكواب الطماطم كده، وحطينا فيها شويه من الجبنه الموتزاريلا مع بلسمك مع ريحان. فكره حلوه قوي وما بتاخدش وقت خالص، جربوها وتعمل بطماطم ناشفه كده وفريش، هتفرق قوي. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل عصير البرتقال بالكيوي. عندي شويه من عصير البرتقال، شويه من الكيوي الفريش، شويه من العسل، وشويه من التلج، وده كل اللي عندنا. الاول هنزل شويه مكعبات التلج. هنزل عليه بالكيوي. شويه من عصير البرتقال. ونضرب. حلو قوي. هنزل باقي العصير وهنزل بالعسل. وهندي ضربة أخيرة. التقديم شاليمهاتنا، ونبقى عملنا عصير البرتقال بالكيوي وعملناه مع ابيتايزر الطماطم المختلف جدا. جربوهم هيعجبوك قوي ان شاء الله. انا وصلت لاخر حلقه النهارده، اشوفكم الحلقه الجايه. ما تنسوش تحبوا بعض. سلام عليكم.